قالتلي بلا وراتني تصور، وراتني تصور ديال السخونات اللي كيقولوا لها عين الوالي وعين الوالي الاصليه. اجيو تصوروها وتشوفوها، كان حماق على هاد العين. ما تصوروش الاحساس ديالي دابا كي داير البنات المشاهدين كاملين اللي عوينا هادو دوك الحدايد اللي كيطلعو الما اللي بتكون الشاطو الفوق هما طاحو كنطلعو الماية في الشتا. هاد الفلاشة شو تبارك الله زكري، كان واحد الشلال هنا مبقاش بالشتا، كتهبط هادوك الحماعلي داك الشي كيهبطو مبقاش. يا سلام، وهاد السطوح هادو كيسبنو عليهم الغطا، كيفقو الناس من دوار الملايات الزرابي ديالهم كلشي كيجيبوه لهنايا يسبنوه ايوا كيطلعوهم كينشروهم على هاد الحجر. هادشي في الصيف تلقى هاد الحجر هادا عامر بالغطا، طلامات وحوايج كلشي كتلقى كيطيح بالبشر. هاو معايا نهبطو ليه تسمع غنقول. يا سلام يا سلام على هاد العين، كم حماق عليه شتي شحال هادي ما جيت فيه ولا ديال الكرمة. هنا كيديروا بحال فيسيل كيبنيو الحجر من داك الغار اللي هنايا، كيولي هنايا غار يعني ميتر هكا فيه وستين. هانتوما هو خارج لينا من هنا، هاد الكرمة هادي تبارك الله خليتها أنا صغيرة يلاه نابتة. شوف قداش ولات في الجبال، شوف مناظر هادي، شوفوا العين ها نتوما شتي ملي كيخرج تحت هاد الصور. هاد العين هذا راه كيبان من فوق ايوا مصوب السماء ها وهادشي. كيخوت الواد تبارك الله ما شاء الله، كان قليل العام اللي داز قالوا لي باش تبارك الله طاح بزاف. نديرو صاح يعني من المعدة يجي يشرب هاد الماء، راه زوين الله هاد مول الله الحاصل. غادي نحبس الفيديو البنات، غنهبط نشرب وعاد نكمل معاكم. هادي كيقولوا لها العوينة، نيت خرجة نيت من العين. شو تبارك الله
هاد البلاصه كان فيها الشلال مبقاتش الشتا. البارح باغا نوريكم الطريق اللي باغي يجي من فاس ليها، تاع جينا في الليل ما باينين لا بلايك لا شي حاجه. سبنوا عليها الصوفة جرائي يا ما سبنت مع مرات ثاني عليها الصوفة ويكون صغيرة. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديالي، ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. شكرا بزاف وكنتمنى تستمتعوا بهذا الفيديو. السلام عليكم.